وانت بتتفرج على فيلم زي انجل هتقابلك شخصية السادات، بس للأسف مش أحمد زكي اللي عاملها. فين أيامك يا أحمد زكي؟ فيلم زي انجل بيحكي عن شخصية أشرف مروان في الفترة ما بين 1967 ل 1973. أشرف مروان هو جوز بنت جمال عبد الناصر، اللي تحت ظروف سياسية واقتصادية بيتصل بالسفارة الإسرائيلية وبيعرض عليهم معلومات خطيرة مقابل إنه ياخد منهم فلوس، لكن السفارة الإسرائيلية بترفض إنها تتواصل معاه في ساعتها. بعد تطور الأحداث وبعد موت جمال عبد الناصر بيصبح أشرف مروان مساعد الرئيس الجديد أنور السادات، وبترجع السفارة الإسرائيلية بإنها تتصل بأشرف مروان وبتبتزه بإنه هو اللي حاول يتصل بيهم قبل كده. In three days, Egypt will attack Israel. Israeli embassy, how may I direct your call? Israeli ambassador, please. I have information of interest to the Israeli intelligence services. فيلم زي انجل من نوعية الأفلام اللي بعد ما بتتفرج عليها بتروح تدور على النت عشان تعرف مين هو أشرف مروان، وهل هو فعلا كان جاسوس لإسرائيل ولا كان هو تبع مصر، وإزاي مصر وإسرائيل بيعتبروه بطل قومي في نفس الوقت. طبعا الفيلم مبني على قصة حقيقية، عشان كده مش هيكون في كلام كتير نتكلمه عن السيناريو، لكن هيكون في كلام كتير عن الإخراج والتمثيل اللي في إيديهم، يا إما يعملوا فيلم حلو جدا يا إما يعملوا فيلم وحش جدا. الإخراج لأريل فرومين كان كويس، ولكني حسيت إن الفيلم يفتقر للإثارة والتشويق وألعاب الجاسوسية. أي نعم أنا مش بتفرج على فيلم جيمس بوند، لكني بتفرج على حد لحد دلوقتي مش عارفين إذا كان هو تابع مصر ولا تابع إسرائيل، عشان كده كنت حابب إن الفيلم يبقى فيه إثارة أكتر وتشويق أكتر وألعاب جاسوسية من اللي تعودنا عليها أكتر، لأن حسيت بصراحة دلوقتي إن الفيلم أقرب إنه يكون وثائقي. كمان اللهجة المصرية في الفيلم كانت وحشة جدا، بصراحة مش عارف حسيتهم صينيين وبيتكلموا مصري. الإخراج بشكل عام حسيت إن هو إخراج تلفزيوني أكتر، يعني تحس إن أنت بتتفرج على حلقة من مسلسل مش فيلم، وده أعتقد في معظم أفلام نتفليكس تقريبا. نتكلم شوية في التمثيل. أكتر حد كان متميز من وجهة نظر في التمثيل هو بطلنا مروان كنزاري اللي عامل دور أشرف مروان، ويجي بعده توبي كابيل اللي عامل دور أليكس. Guys, stop it, please. You lied. I didn't, relax. It was Noah. It was a false alarm. It's a cigarette. Remember what I've said. This all falls apart without trust. Trust? You are fucking kidding me. You played us, you know you did. I didn't see it, that's on me. This is what you were doing. When you first called the Israeli embassy, huh? Is this your goal? To fuck with Israel? No. Then why? Why do you do it? You want another war, Alex? Huh? Tell me. Because I don't. وساعات التمثيل كان بيبقى سيء جدا، زي اللي عامل دور رئيس الموساد. فيلم زي انجل فيلم مش لكل الناس، يعني لو انت مش مصري او مش اسرائيلي او مش مهتم بقصة اشرف مروان، مش عارف ايه اللي ممكن يخليك تتفرج على الفيلم. تقييمي لفيلم زي انجل هو 7/10، واحب انكم تشاركوني برأيكم بايه اكتر فيلم عجبكم من انتاج نتفليكس. في النهاية ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتشغلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد، واعملوا لايك وشير للحلقة لو عجبتكم، وتابعوني على فيسبوك وتويتر، ولو عايزين تتفرجوا على اخر حلقات عملناها في اوفيشال استنوا الشاشة اللي جاية، واستنوني في حلقات تانية كتير من اوفيشال.